السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. في هذا الفيديو إن شاء الله نشوف لكم بري أوديو أفيك ال إم 1875 بور ستابيليزي لو بون فونكسيون دو لومبلي، يعني إلا بغيت دير واحد استقرار في لومبلي فو أوتيليزي دي كونداساتور، يعني يجب عليك أن تعمل يعني مكتفات دو 470 ميكرو فاراد، نونو فاراد، 470 ميكرو فاراد، يعني نونو فاراد، 470 نونو فاراد، و 1 ميكرو فاراد، 1 ميكرو فاراد، نون بولاريزي، سيراميك أو بلاستيك، يعني يكون سيراميك ولا يكون بلاستيك، سيغ لاليمونتاسيون دو إل إم. يعني 1875 c'est-à-dire entre le plus يعني plus et la masse زائد مع la masse et le moins et la masse يعني ناقص la masse زائد la masse les deux condensateurs يعني هاد المكتفات بجوج doivent être montés au plus près de l'ampli حدا l'ampli قريب من l'ampli LM 1875 لو بواتي دي ال ام 1875 اللي هو هذا هو اي او بوتونسيونيل نيجاتيف، يعني بوتونسيونيل نيجاتيف ناقص سي ان با ايزولي، يعني كان معزول باغ ميكا او سيليكون، ميكا او سيليكون الرادياتور سوغا بوتونسيونيل نيجاتيف، يعني ناقص دو لاليمونتاسيون تغذية اي لو نون ا لا ماس، اتونسيون لا لي مع لا ماس، اتونسيون او كابل ار سي ا، يعني كابل ار سي ا و سميتهم و ميني جاك هو بارلور، يعني ميني جاك هو بارلور، دوك هاد الكابليات اللي كيعاود لك عليهم ديال هو بارلور ديال الصوت مكبس صوت هو بارلور كي ريسك فوري دو توشي لو رادياتور، يعني يقدر يتوشي لك الرادياتور. نشوفو هاد الشيمة، هادي هي هادي هاهي هنا هو بارلور، هذا رادياتور بو ال ام 1875 هنا، يعني هنا يعني الكونداساتور اللي هضرنا عليها كاينه في المهم هنا رقم واحد كونداساتور 220 نونو فاراد، ومن هنا غتمشي لهاد اونتري اوديو هنا، ومن الان غتمشي ل 47 كيلو ريزيستونس، من 47 كيلو غتمشي لواحد كيلو ريزيستونس الثانيه، من الثاني غتمشي لدو، من دو غتجي لهاد الكونداساتور 47 كيلو اوم، من 47 كيلو اوم غتمشي لكات، و التروا غتجي من هنا غتمشي لهاد 470 نونو فاراد، يعني المكتف كونداساتور، من الكونداساتور غتشد مع هاد سميتو هاد واحد مع هاد ريزيستونس واحد كيلو اوم، ومن هنايا غنمشي نمشي البلوس 8 فولت ماس، ومن 8 فولت غتمشي لهاد الهوبارلور، والهوبارلور الخرجة ديالو غتمشي للكات هنايا الرابعة، ومن هنا قلنا لك من هنا غتمشي لهاد هاد الهوبارلور غيجي لهنا لهاد 220 نونو فاراد، ومن هنا الكونداساتور، من الكونداساتور ريزيستونس واحد اوم، ومن هنا غتمشي لهاد الكات، من الكات غتمشي للهوبارلور، و التروا هي ناقص 8 فولت موان 8 فولت ناقص 30 فولت 30 فولت موان 30 فولت، ومن هنا هذا اش كيتسمى
فيل دو كويفر دونيتي ريجيد، يعني قال لك خص هنا يكون هذا واحد فيل يعني ريجيد، يعني واحد خيط ديال النحاس ريجيد. هذه هي الشيمة، هادو لي كونداساتور، هادو لي كونداساتور 470 نانو فاراد 470 نانو فاراد، وهنايا 470 نانو فاراد. وهادو لي ريزيستانس 47 كيلو اوم 1 كيلو اوم 47 كيلو اوم ريزيستانس، وهادو 220 يعني 220 نانو فاراد 120 نانو فاراد مكتف يعني كونداساتور. هنا عاوتاني 220 نانو فاراد كونداساتور مكتف، وهذا لو هو بارلور، هذا رياتور بوغ ال ام 1875. هادي اونتري اوديو يعني دخول الاوديو الصوت. لاحظوا يعني الشيمة، سأترككم مع الشيمة. تتم ترسمها سلام.